كمان الطفل يوسف بقى ده وقعت عليه البوابة الحديدية ونجا من الموت بأعجوبة. امبارح كنا طالعين من المدرسة، انا كنت اخر واحد، كلهم طلعوا، راح الباب نزل عليا انا، عقبال ما اجري راح جه في رجلي اتلوت، وفي ناس طلبت الاسعاف، جم خدوني من هنا ودوني مستشفى التامين الصحي. اول ما دخلت انا ووالده دخلنا باب المدرسه، لقينا اللي هم العمال اللي في المدرسه، الرجاله بتعيط. بصيت لقيت الباب حديد كبير جدا، يعني انا قلت الواد اتفرم. رحت بقى جريت، قالوا لي بس انت روح الحق ابنك. المهم جريت رحت المستشفى التامين الصحي، رحت لقيت لك رجلي متبهدله، يعني بجد والله، يعني ورمه جامده، يعني تحت الركبه بس ورمه جامده جدا، والدم عمال ينطر، يعني بينطر بطريقه جامده. هم عملوا له، يعني كل اللي عملوه خدوا قط الاشاعه. اهمال ده باب حديد، يعني اصلا باب حديد، يعني لو في انفصالات، لو المدرسه كلها متعلقه فيه على السن دي اطفال، من الوارد ان طفل ممكن يتمرجح في الباب. فحتى لو 20 مش طفل بيفتح الباب يقع عليه، طبعا الاهمال طبعا من المدرسه. المشكله انها مدرسه خاصه، يعني اقل طالب من الوقت بيدفع كام. انا نفسي اسافر مصر اعالج رجلي ويشوفوا، عشان هنا مفيش اهتمام بالمستشفيات، مفروض يخيطوا رجلي قبل ما يعملوا، حطوا الجبس على طول.